اهلا وسهلا، النهارده معانا فيديو جديد من الفيديوهات الحماسيه جدا. النهارده جايين نخش في البيت السعودي على الكورنيش. دي اكتيفيتي من الاكتيفيتي اللي تابعه للجروب السعودي اللي كان بيشجع هنا في كاس العالم قطر 2022. زي ما انتم شايفين الفود كارت كلها موجوده هنا، زائد ان في شاشه من اكبر الشاشات التابعه للبيت السعودي. فعلا حاجه تشرف. البيت السعودي هو من الحاجات اللي معموله علشان اخواتنا السعوديين، وسكرين كبيره جدا، ودي حاجه عاملينها علشان الناس كلها تبقى مبسوطه، ودي حاجه من الحاجات الحلوه. زي ما انتم شايفين كده الناس كلها قاعده والمطاعم موجوده، كيوسكس. كوفي شوبس موجوده، ودي السكرين بتاعتنا النهارده. الاجواء كلها ومشغلين حتى اغاني سعوديه. زي ما انتم شايفين كده في البيت السعودي منطقه العاب، عشان كل الالعاب كل الاطفال برضه تبقى تلعب تستمتع. زي ما انتم شايفين كاتبين هناك كده جمهور السعودي قدامي عن الامام. وطبعا زي ما انتم شايفين كده دي اريا تبع المسرح والحاجات دي، والاجواء حماسيه جدا. طبعا لسه الدنيا ما احنا رايحين قبل ما الماتش يبدا، وادي منطقه الالعاب. احنا طبعا رايحين عشان نعرف نصور لكم، ودي منطقه الالعاب هنا، ايه منطقه العاب تانية للاطفال بس الكبار شويه. دي منطقه العاب للكبار. ده بلاي ستيشن للأطفال. زي ما انتم شايفين كده هنا في مطعم صوت. بيصوت بقى علشان المطاعم والحاجات دي، وكذا انفورميشن ديسك. زي ما انتم شايفين زي ما احنا شايفين دي كلها العاب تفاعليه للكبار والصغار، ومناطق لعب في كل مكان. نشكر اخواتنا السعوديين ونشكر المسؤولين عن التنظيم الموضوع ده، بصراحة حاجة تشرف جدا جدا. ونتمنى ان كل البلاد العربية كانت تعمل حاجة زي كده، بس ان شاء الله في كأس العالم اللي جاي نلاقي تمثيل عربي علشان البلاد العربية تعرف عننا حتى لو احنا مشهورين. صراحة الاجواء حماسية جدا، وطبعا مختارين مكان حلو، المكان ده في اخر الكورنيش عند الشيراتون هنا، زائد ان كل ابراج الدوحه هنا. زي ما انتم شايفين كده الانفورميشن ديسك موجود في كل حته، ودي ضيافه من المكان. معلومه ليكو، السعوديه بتتطور. معلومه ليكو كمان، البنات السعوديات او الشباب السعوديين اللي جايين من السعوديه، كل الناس دي علشان يعملوا واجهه حلوه للبلد. معلومه ليكو كمان، البيت السعودي هنا تبع وزاره الشباب والرياضة السعودية. ده مش جديد على السعودية، فعلا دي ناس بتفكر لقدام، دي ناس بتفكر للسياحة. زي ما انتم شايفين كده المكان حلو قوي، سكرين كبيرة جدا، وطبعا اللون الاخضر في كل مكان بيعكس الهوية بتاعة العلم السعودي. فعلا 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 السعودية ماشية لقدام. بيتمنى كل البلاد تبقى واخدة نفس النطاق، واخدة نفس النهج بتاع السعودية. وفعلا فعلا فعلا السعوديه غير. انتوا شايفين كده دي برضو اكتيفيتي من ضمن الاكتيفيتي اللي موجوده، حاطين الكاس دوري روشن السعودي. زي ما انتوا شايفين كده ده متحف الصقور والخضر اللي هو المنتخب السعودي. بصوا حاطين فيه متحف عن اللعيبه، معظم اللعيبه حاطين فيه كمان
معلومات عن اللعيبه، معلومات عن كم مره شاركوا، حاجه من الحاجات الحلوه جدا. ده التسويق، ده اسمه التسويق في حد ذاته. زي ما انتم شايفين كمان سكرينز بين الاحداث اللي كانت بتحصل قبل كده، زي ما انتم شايفين سكرينز برضو. وهنا المراحله اللي انتقل بيها التيشيرت بتاع المنتخب السعودي. انتم شايفين كده هناك برضو في مكان لرسم الاعلام والكلام ده. حاجه من الحاجات اللي انا حبيت اوريها لكم، دي ضيوفه من الحاجات الضيوف اللي هم ادوها لنا. بصوا تسويق، حاطين ثلاث انواع تمور علشان انت تنقي النوع اللي انت عايزه او النوع اللي عجبك وترجع تسالهم عليه. زي ما انتم شايفين كده زي كل الكورنيش موجود برضو استديوز علشان خاطر قنوات عربيه، قنوات عربيه عشان تبقى في قلب الحدث وتنقل الحدث. هذه في الشباك يا حكيمي، كاني اراها كاني اراها في الشباك يا حكيمي. بصوا كده من الحاجات الحلوه في البيت السعودي الناس كلها فرحانة صراحة، شعور حلو جدا جدا. كأس عالم مميز في قطر 2022. كأس عالم مميز. اولي 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 اولي. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا في سوق واقف بعد فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا، والاحتفالات في كل حته زي ما انتم شايفين كده. فعلا شعور حلو جدا، وفعلا فعلا فعلا الاجواء حلوه جدا. ما احنا شايفين الاحتفالات بتاعت المغرب على فلسطين، على مصر، كل الجنسيات العربية بتساند الأخوة المغاربة. زي ما انتم شايفين الأجواء والفايبس حاجة حلوة جدا جدا جدا. محدش أصلا كان مصدق إن المنتخب العربي يكسب على منتخب أسبانيا، وتشيز إن هو كان مرشح من ضمن المرشحين لكأس العالم قطر 2022. احنا شفنا كده الاحتفالات كلها في السوق، واحنا حبينا نغطيكم جزء من الاحتفالات اللي موجوده. فعلا فعلا الناس كلها مبسوطه بسبب ان الفريق العربي اتاهل لدور الثمانيه. خليكم معانا هتشوفوا فيديوهات كتير نغطيكم الاكتيفيتي اللي بتحصل في قطر في 2022. فعلا يا ساده قطر غير. ما تنسونيش في اللايك والشير، ما تنسونيش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب. يلا يا شباب، باي باي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واستنونا في فيديوهات جديدة. باي باي.